ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. مش كل حالات السمنة بيكون سببها كثرة الأكل أو الوراثة أو غيرهم من الأسباب المشهورة. في بعض الحالات اللي بيكون سببها إصابة بمرض معين زي مشكلة مقاومة الإنسولين. طب إيه العلاقة بين مقاومة الإنسولين والزيادة في الوزن؟ وإزاي الشخص يعرف إن هو مصاب بمقاومة الإنسولين؟ وفي حالة بقى لما نتأكد من الإصابة دي إزاي نخس؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها في فقرتنا النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني دكتور ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيك يا دكتور. شيف عظيم. منورانا حبيبي. بنورك يا حبيبتي. عاملة إيه؟ كله حلو الحمد لله. أنا شمشمتي أنتِ الحاجات دي. مش قادرة أقول لك بكريف عليها إزاي. يا حياة قلبي. بعدين قلنا إيه؟ مقاومة إنسولين. دخلنا في الموضوع على طول. طيب احنا طبعا ده سؤال مهم وشفنا احنا في ناس اصدقائنا كانوا بيسالوك يمكن قبل ما ندخل حلقتنا وانا صح. ابدا على موضوع ان التحاليل طلع عندهم فكره مقاومه الانسولين. طيب قولي لنا العلاقه بينهم ايه؟ بين السمنه ومقاومه الانسولين سريعا كده عشان طيب. نفهم. هو اصلا معظم الناس اللي عندها مقاومه انسولين بتعاني من زياده الوزن. كويس. يعني هي سبب رئيسي في ان انا الحرق بتاعي بيبتدي يقل شويه، بالتالي لو انا مش مظبط طريقه الاكل بتاعي فهيبقى عندي احتماليه تخزين دهون اكتر. أوكي. فهزيد الدهون دي اكتر فممكن اوصل لسمنه لو انا مش عامل كنترول على الموضوع. ايه اصلا مقاومه الانسولين دي وليه منتشره قوي الفتره دي يعني بنسمع عنها كتير قوي. مقاومه الانسولين دي معناها انه انا الخليه مش حاسه بالانسولين اللي بيتفرز من الجسم من البنكرياس. هو الانسولين ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو اي حاجه كربوهيدرات اللي هي نشويات او سكريات بتخش جسمي هو اللي بيدخلها الخليه عشان الخليه تستهلكها في انتاج الطاقه. كويس. فاول ما السكر ده بيدخل عايز يخبط على الخليه كده ويقول لها افتحي عشان ادخل. اللي بيخلي الخبطه دي الخليه تحس بيها هو الانسولين. كويس. يعني هو اللي بيخبط كده ويقول لها افتحي عشان ادخل لك الكربوهيدرات. فمعنى مقاومه معنى ان الخليه بتقاوم الانسولين اللي مسؤول عن تخزين السكر ده في الخليه عشان بعد كده نحرقه نستهلكه في طاقه. فهي مش حاسه بيه. فمش عارفه تدخل السكر الخليه بالظبط. انه بيخبط اصلا بالظبط. ففي مقاومه هنا ان هي مش حاسه، فبالتالي السكر اللي موجود عندي في دمي ده مش عارف يخش الخليه اصلا. فايه اللي بيحصل عندي ارتفاع شديد في نسبه السكر في الدم. صح. فده بيحصل له ايه؟ بيحصل ان هو كل الزياده من السكر دي عن احتياج الجسم بتتخزن دهون. عشان كده دايما من اشهر الاعراض بتاعتها او الناس دايما بتعرف ان هي بتبقى ملتزمه على كل حاجه عندها مظبوطه، بس تلاقي ان هي نزول بتاعها بطيء قوي. او ان هي يعني بالظبط في ثبات رغم ان هي ملتزمه وما عندهاش اي مشاكل بقى في تحاليل الغده والفيتامينز والحاجات دي، لان دي برده حاجات بتاثر في الحرق. فنبتدي بقى ساعتها نشك بقى في الموضوع بتاع مقاومة الإنسولين. ليها تحليل طبعا بيتعمل في المعمل، والنسبة بقى احنا بنعرف منها هل احنا لسه في الأول فنقدر نكونترول والموضوع ما يبقاش عندنا، ولا احنا الحالة بتاعتنا متقدمة شوية ساعتها بيبقى الموضوع أشد شوية عشان ما نخشش في سكر. لأنه بعد كده هيحصل خلل بقى في الإفراز بتاع الهرمون بتاع الإنسولين، فممكن يخليني بري دايبيتيك أو يخليني عندي دايبيتس أو عندي السكر. بالظبط كده. طيب قولينا بقى إحنا يعني عايزين، يعني في كتير بنات مننا احنا دلوقتي عايزين فعلا بنات وممكن وزنهم مش كبير قوي، وفي ناس عايزه تخس بمعدل مثلا لحد 20 كيلو 25 كيلو من بقى من 5 كيلو في لحد ال 25 كيلو. احنا يعني بنبقى عاوزين حاجه امنه وحاجه كويسه. ومش كلنا بفكره انه ان انا اروح اعمل عمليه ولا لا قدر الله بالون ولا صح. مش عايزين. في ناس بتبقى اصلا مش هينفع ان هي تعمل ده. في بنات صغيرين ما ينفعش يتعرضوا لده. صح. طب قولي لنا ايه اللي ممكن نستخدمه ويكون حاجه امنه وتجربت والناس تقدر يعني تجربها وهي امنه وحتى الناس عايزه تحافظ على وزنها مش بس اللي عايزه تخس. بالظبط. احنا هنتكلم النهارده على اللي هيحل لنا المشكله دي اللي هو هيعالج لي شويه مقاومه انسولين وفي نفس الوقت هيمنعني من الزياده في الوزن، ولو انا عندي زياده هيساعدني ان هي تقل. هو المنتج بيستا. أوكي. بيستا هو عباره عن ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه
هي الأشهر هي الألياف. تمام. الألياف بتعمل إيه؟ بتخش تاخد حيز جوه المعدة أكبر. تمام. فبتخلي الناس اللي بتاكل كتير أو الشهية بتاعتها مفتوحة طول الوقت أو عندها كريفينجز طول الوقت. كريفينجز يعني أنا عايز أكل حاجة بعينها أنا نفسي فيها. مش أنا جعان، عشان الناس ما بتعرفش تفرق بين الموضوع ده. هي بتحس إن هي جعانة وخلاص وبتبقى عايزة تاكل أي حاجة وخلاص الحاجة دي. ففي فرق كبير. فانا اكونترول الموضوع ده بالذات، لانه انا برضو من اعراض مقاومه الانسولين بتحصل لي ان انا بيبقى عندي طول الوقت شهيه مفتوحه ناحيه السكر. أيوة انا جسمي اتعود ان هو فيه كميه سكر كتير بالظبط، فهو عايز السكر ده طول الوقت، ودايما احتياجهم بيروح ناحيه الحاجات الان هيلثي، يعني حاجات فيها كيكس كتير سكر ومعجنات ومخبوزات والحاجات دي. فده برضو هيمنعني. تركيز الالياف اللي موجود في بيستا هو 6 جرام، وهو اول منتج في مصر في 3 انواع من الالياف اللي هم القشور بتاعه السيليوم والشوفان ورده القمح. ده زي ما يقولوا كده كومبو اللي هو يخش يلكم على طول، اللي هو انا يعني بالظبط انا مش ببقى قادر اكل بعدها. فدي اول حاجه. تاني حاجه اللي هو هيساعدني بقى في مقاومه الانسولين هو الكروميوم. الكروميوم هو معدن مهم جدا بيتفرز من الجسم بس بنسبه قليله. أيوة. فالجسم بيبقى محتاجه بكميه اعلى شويه. بيعمل ايه؟ بيظبط حساسيه الانسولين. كويس. يعني بيخلي الخليه تحس بالانسولين اللي بيتفرز اكتر بكتير، وبالتالي السكر ده هيقدر يخش الخليه والخليه هتقدر تستهلكه. أيوة. بالظبط في انتاج طاقه. فمش هيبقى عندي السكر اللي بيدخل جسمي ده مش هيبقى دهون، لا بالعكس ده هيبقى مصدر الطاقه بتاعي. فهو مع الاستخدام بيساعدني ان انا الحساسيه دي تتظبط، وفي نفس الوقت الكروميوم مهم جدا في حرق النشويات. والله. اللي هو اغلب اكلنا تقريبا عباره عن نشويات. بالظبط كده. اخر حاجه موجوده فيه هو فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا عشان المناعه، ومهم عشان البشره بتاعتي وكل الحاجات الحلوه الخارجيه اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس برضه هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون. فانا بحرق دهون عشان ان كيس او في حاله ان انا عندي دهون زياده مخزون. بالظبط. وبحرق نشويات. وبساعد في التحسين بتاعه حساسيه الانسولين اللي هي اصلا المرض اللي احنا بنتكلم عليه علاج ليه. وكمان بعالج الاعراض اللي بتجيلي من مقاومه الانسولين، او حتى لو انا شخص خايف ان هي تجيلي اصلا. ما هي بتيجي برده السبب الرئيسي بتاعها اللايف ستايل بتاعنا الغلط. صح. انا اغلب اكلي غلط، في سكر كتير، في دقيق ابيض كتير، انا ما بتحركش ما بعملش اي مجهود خالص، فبالتالي ده بيأثر على معدل الحرق بتاعي وبيأثر على الانسولين بتاعي واحساس الخليه بيه. طب ناخد ياسمين يا دكتور. ايام معانا ياسمين، اهلا وسهلا، اتفضلي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اهلا حبيبتي بيكي، اتفضلي حبيبتي. ازي حضرتك؟ ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور، اتفضلي دكتور ايهام معاكي. تمام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ الحمد لله يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا فرحي بعد 2.5 شهر، وكان نفسي انزل في الوزن قبلها، وانا عندي بس اماكن فيها سنه موضعيه زي الدراعات والارداف. انت عايزه تنزلي قد ايه في 2.5 شهر دول يا ياسمين؟ يعني انا وزني 85 وطولي 156. بصي، هو مش بالوزن للطول، انت لازم تعملي ان بادي عشان تشوفي بس الدهون عندك في جسمك قد ايه. فتعرفي يعني شكله مش مظبوط، يعني عندي السنه موضعيه في زي ما قلت لحضرتك في الدراعات والارداف. اوكي تمام. فانا بس وعندي سؤال اخير يا دكتور، وانا بس كنت عايزه اعرف هل الفيستا والقلب مالتي فيت هيأثروا على وشي او بشرتي او شعري بعد ما استخدمهم؟ لا بالعكس، ده هيحسن لك كمان. بصي احنا لسه هنتكلم على قلب مالتي فيت. هو بيستا الهدف الرئيسي بتاعه ان هو يخسسك، فهو هيساعدك في الحرق مع النظام الغذائي اللي انت هتبقي عاملاه. قلب مالتي فيت هيعوض لو انت عندك اي نقص في الفيتامينات نتيجه انه الاكل اللي انت بتاكليه قليل او بيفتقر شويه لعناصر معينه من فيتامينات او معادن او عناصر، هو هيعوض لك ده. فهتلاقي ان انت بتخسي وبتوصلي للتارجت بتاعك، وفي نفس الوقت صحتك احسن وبشرتك احسن وشعرك احسن وضوافرك احسن، كل الحاجات الخارجيه اللي انت يعني مهتمه بيها عشان طبعا فرحك وكده، دي مش هتتاثر خالص. بالعكس انت هتحس ان في تحسن كبير قوي في الحاله بتاعتك مع الخساسات. شكرا ليكي حبيبتي ياسمين. وطبعا احنا معانا دلوقتي تقرير دكتور ايهام، هنشوف حاله اسراء، يعني هي بتقول تجربتها مع بيستا. خلينا نشوف ونشارك مشاهدينا الكرام، ونرجع لحضراتكم ونستكمل مع دكتور ايهام كلامنا عن مقاومه الانسولين. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. اسمي اسراء محمد ممدوح،
سن 20 سنة، كنت 95 وبقيت 50. قبل ما أخس كنت بعاني من نفسي قصير، ما كنتش بقدر أتنفس كويس، اللبس كان عندي فيه مشكلة، ضربات قلبي كانت سريعة، ما كنتش بعرف أتحرك، ما كنتش بحرم نفسي من أي أكل، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بس بكميات قليلة. إحساسي بعد ما خسيت إحساس جميل جداً، بعرف ألبس براحتي وبعرف آكل اللي أنا عايزاه وأتحرك، وجسمي بقى خفيف جداً. أنصح أي حد جسمه مليان إن هو يتابع مع بيستا، موضوع سهل جداً. ونرجع لحضراتكم نستكمل مع دكتور ريهام. احنا طبعا هي ياسمين لما اتصلت قالت حاجه مهمه، قالت هو ده مش هيأثر على يعني نزولها، بان حجم الاكلات او الوجبات هيقل، هيأثر على شكلها وشعرها والقصه دي. دي مهمه برضو على فكره دكتور ريهام، بتهمنا احنا طبعا. فكلمينا بقى عن الجزئيه دي مع بيستا. الناس اللي هي بتبقى مترجطه ان هي تخس في الوزن بتعمل عجز في السعرات. العجز بتاع السعرات ده بيخليها ما تاخدش كفايتها شويه من الفيتامينات والمعادن والعناصر اللي هي ليها دور كبير قوي في شعري وبشرتي وجلدي وضوافري. البنات بالذات هي اللي بتهتم بالقصه دي بالظبط. تلاقي مثلا ان هي عامله دايت معين، تحت عينيها محلق شويه، وشها هو اول حاجه بتخس فيها، وشها بيبقى مسحوب. فهم بيحسوا انه دايما بيربطوا انه انا لما اعمل دايت انا هتعب، يعني الدايت عندي يعني انا وشي بيخس انا تعبانه انا. فدي اصلا مفهوم غلط عن الدايت. هو الدايت المفروض ان هو يحسن لي من الحاله دي وانا بخس، تمام؟ غير كده بقى، انا لما استعمل مالتي فيتامين، المالتي فيتامين ده الهدف بتاعه ايه؟ هو اسمه مكمل غذائي، يعني بيعوض لي النقص اللي انا مش باخده من الاكل، صح؟ تمام. فانا لما يكون عندي مجموعه من الفيتامينات والمعادن اللي ليها دور في كل حاجه في جسمي، في الحرق بتاعي والطاقه والذاكره والنشاط بتاعي والمناعه بتاعتي وشعري وضوافري وجسمي والفانكشنز كلها بتاعه جسمي، وانا كمان باخد بيستا وبخس وعامل دايت، انا هلاقي اصلا ان انا مش بتاثر بالمشاكل اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان ده. انا شعري بيقع بغزاره ووشي بهتان لا ده مش هيحصل خالص. عشان كده احنا حاطين قلب مالتي فيت في الكورس بتاع بيستا، انه عشان في ناس كتير مش بتبقى فاهمه اهميه المالتي فيتامين في حياتي عامه، حتى لو انا مش بخس. ما هو اغلبيه الناس برضو طريقه اكلها مش مظبوط، كلنا بالظبط، كلنا بلا استثناء. يعني انا باخد كورس بيستا وقلب مالتي فيت عشان انا عايز اخس، بس مش عايز اعاني من المشاكل بتاعه الدايت او الحاجات دي. انا طبيعي بحافظ، يبقى انا بحافظ كده على الناس دي ما تقلش. بالظبط، يبقى انا باخد قلب مالتي فيت لوحده، لان هو فيه برضو كومبو كده من الفيتامينز والمينرالز، يعني فيه المجموعه بتاعه بي كومبلكس، ودي مهمه جدا عشان الاعصاب كمان، للناس اللي بتتمرن، وعشان الحرق بتاع النشويات بتاعي. في فيتامين اي وفيتامين اي، في فيتامين سي بتركيز عالي 500 ملي جرام. فانا ضمنت ان انا عندي انتي اوكسيدنت، وعندي حاجات للاعصاب، وعندي حاجات للمناعه، وعندي حاجات للبشره. في كمان بايتين عشان الشعر، وفي حديد، وفي زنك عشان المناعه بتاعتي، وفي كابر، وفي كالسيوم عشان العظم بتاعي، وفوسفورس. فانا باخد كل الحاجات اللي انا محتاجها عشان ما اعانيش من مشاكل صحيه وانا بخس. وفي نفس الوقت لو انا حد مش متارجت ان انا اخس اصلا، المفروض برضو ان انا ابقى محافظ على وجود المالتي فيتامين في حياتي، النظام الغذائي بتاعي بالظبط، او حياتي، عشان ما عانيش برضو من المشاكل دي، مش لازم اكون بخس بس. طيب احنا معانا شروق، ناخد شروق ونستكمل كلامنا يا دكتور. يا اهلا يا شروق. اهلا، ازي حضرتك؟ كتير اهلا بيك حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتور؟ دكتور معاكي حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا شروق، عامله ايه؟ بخير الحمد لله. انا يا دكتور بقالي 3 شهور بالظبط متابعه حضرتك في البرنامج ومتابعه البرنامج، ومن اول ما بدات اسمع حضرتك واسمع عن كورس بيستا انا دخلت على طول، قلت اسالهم كده على البيت بتاعتهم واشوف النظام ايه. اوكي. اول ما دخلت هم بصراحه ادوني كل التفاصيل، وبعد كده طلبوا مني بقى رقم تليفوني وكلموني بعديها على طول، يعني بصراحه ما طولوش عليا. وقتها بقى سالوني على كل التفاصيل، عن وزني وطولي وسني، وعرفوني كل حاجه. ما عشان في مختصين موجودين على الصفحه بتاعه بيستا، هم دورهم ان هم يساعدوكوا يعني في الرد على اي اسئله احنا مش بنكفر او مش بنجاوب عليها في البرنامج يعني. بصراحه ما تاخروش عليا في اي حاجه يعني، تابعوني على طول، ادوني كل التفاصيل،
وانا اديتهم كل الداتا بتاعتي واقتنعت بصراحه بالكورس، قلت هجرب اول شهر معاهم. بصراحه استخدمت اول شهر والدكتور معاهم بقى بدا يتفاجئني بعد اول اسبوع على طول. وخلصت اول شهر معاهم وده نزلني بصراحه 9 كيلو وانا كنت فرحانه بيهم جدا ما شاء الله. 9 كيلو برضو بتكلمني اسبوعيا وانا بصراحه كان فيها اوقات ما كنتش بستنى ان هي تكلمني، وانا كنت اي حاجه بكلمها على طول وهم كانوا بيحولوني ليها. فهي بتتابعني على طول. خلصت اول شهر واستخدمت برضو قلت هكمل، وخدت الشهر الثاني وده خسيت عليه 7 كيلو. انا كان وزني اصلا 90 كيلو حضرتك، وكان طولي 165 سنتي وانا عندي 25 سنه. اوكي. نزلت معاهم لحد دلوقتي 16 كيلو وانا لسه مكمله، يعني انا دلوقتي خدت الشهر الثالث ولسه مكمله فيهم. برافو عليك. وده طبعا يعني هو عجبني جدا وما اثرش معايا على اي حاجه، بالعكس حتى المالتي فيتامين اللي خدت منهم ده ظبط لي شعري جدا وبشرتي، يعني هو بصراحه كورس تحفه وانا بشكر حضرتك جدا عليه. شكرا جدا لينا. مبسوطه ان هو عجبك جدا. شكرا جدا. انا مبسوطه منهم جدا ومن المتابعه معاهم ومن الدكتور اللي بتتابعني على طول، وانا ان شاء الله مكمله لحد ما اوصل للوزن اللي الدكتور عايزاه يثبتني عليه ان شاء الله. شكرا ليك يا شروق، شرفتينا ونورتينا حبيبتي. هو زي ما قلت لك هو مهم جدا يا دكتور كمان اللي عايز يحافظ على الوزن، يعني الثبات ده هيبقى اهم بالنسبه له. بس خلينا نقولهم الاول لياسمين تاخد لو هتتعامل مع بيستا تاخد قد ايه منه، يعني الطريقه ازاي طيب خلال هو مع الوجبه الصحيه طيب ريكومندد بتاعه لاي حد عايز يخس. احنا بناخد 2 ممكن نزود لـ3 في اليوم لو الحاله عندنا اوبيز وكمان الحاله سيفير قوي ممكن ناخد 3. اوكي. لا ما هو كده كده بيتاخد قبل الوجبات، يعني بيتاخد قبل الوجبه من 1/3 لنص ساعه. كويس. بس انا ريكومندد عشان اخس اخد 2. لو انا عندي بقى سمنه وانا زيادة. وزني زياده شويه فوق 100 كيلو او 110 كيلو فانا ممكن اوصل ان انا اخد لـ3. لو انا بحافظ شويه او عندي اللي هم الـ5 كيلو اللي محتاجين ينزلوا دول يبقى انا باخد مره واحده او ممكن اوصل لـ2. فهو برده على حسب الهدف بتاعي انا عايز اوصل لايه فهبتدي اخد الجرعه. بس المتثبت هو 2 يقل عنهم يزيد عنهم اوصل لـ3 بس مش اكتر من كده. كويس جدا. طيب نستكمل بقى يا دكتور، قول لنا احنا اتكلمنا عن الفا مالتي فيتو وقلنا هو المكمل مهم جدا مع بيستا. عندي كده كام سؤال من اسئله المشاهدين ممكن اخدهم مع حضرتك كده سريعا. طبعا. طيب اول حاجه دي عندها مناسبه بعد شهرين برضو زي العروسه بعد شهرين وكنت عاوزه اخس 10 كيلو على الاقل اعمل ايه؟ بص هو شهرين سهل جدا ان انا اخس فيهم 10 كيلو طبعًا. لان هو ريكومندد اصلا في الشهر كدهون انا بنزلها 4 كيلو. كويس قوي. لو انا ما عنديش اي مشكله في الحرق او يعني جسمي تمام وانا يعني ممكن ما عنديش اكتر كمان من 4 كيلو بالظبط ممكن تنزل اكتر بمساعده بيستا طبعا، يعني هو ريكومندد 4 لا هي ممكن تنزل 5 وممكن تنزل 6 في الشهر فسهلين. بس اهم حاجه ان هي تبتدي من دلوقتي، يعني النظام الغذائي بتاعها يكون مظبوط وتبتدي على الكورس بتاع بيستا تبتدي من دلوقتي تاخد 2 في اليوم. طب دلوقتي يا دكتور في سؤالين مهمين، واحد بيقول دي ميرفت شكري والسؤال الاول كان من منى علي. طيب ميرفت شكري بتقول انا بحب السكريات جدا ومش عارفه ابطلها او حتى اقلل منها عشان اخس اعمل ايه؟ ده سؤال مهم جدا. تعمل ايه؟ ارجوكي قولي لنا السؤال ده. احنا شخصيا بنعاني من المشكله دي، بس وجود بيستا هيساعدني ان انا اكل الحاجات دي بس ما احسش بحرمان. يعني انا لما دايما احس ان انا هتحرم من الحاجه انا الكريفنج بتاعي بتاعها بيزيد، فلما انا اقول ان انا عادي لما يكون نفسي في ده هاخده بس اخد بيستا قبلها، فهلاقي بدل ما انا متارجت ان انا اخد حته الكيك كلها انا اكلت شوكتين ومش قادره اكمل اكتر من كده. كويس. فهو بالتدريج هيساعدني ان انا ابتدي اقلل واحده واحده وانا مش واخد بالي. هايل. طيب ناخد برضو شريف ابراهيم بيقول انا جسمي كويس بس منطقه البطن اللي مش عارف انزلها للاسف ما عندوش وقت يروح جيم ولا يعمل اي حاجه تانية، يعني ما فيش وقت للرياضه يعني. طب نقول له ايه بقى؟ طب احنا بس عايزين برضو نوضح حاجه للناس، الرياضه مهمه جدا مهمه عشان شكل جسمي وعشان صحتي، بس الدايت عليه 70% من النتيجه. أوكي. فانا هعمل دايت وهاخد بيستا معاه، خلي بالك انه الانسولين من اكتر الحاجات اللي بتخلي الدهون تتخزن في البطن. أوكي. فانا لما اظبط حساسيه الانسولين مع بيستا اللي الدهون. بيخليني اكل اقل بكميه اقل وبيقلل الكريفنجز وبيحرق معايا كمان دهون، انا هلاقي ان المنطقه دي اتظبطت جدا بجد. طب يعني ده هايل جدا. طبعا انا بشكر كل مشاهدينا اللي بعتوا لنا اسئله لدكتور ريهام العراقي علشان تجاوب عليها، واحنا برضو مستمرين مع حضراتكم سواء من خلال يعني الصفحه الخاصه بالشركه. طب نحصل على الكورس اخر
حاجه من خلال الارقام اللي موجوده يا دكتور؟ في ارقام موجوده وفي كمان الصفحه بتاعه الفيسبوك نقدر نسال بايوبيستا او بايوناتشرال كمان للمالتي فيت. طيب انا طبعا اسمحوا لي الوقت بيعدي مع حضراتكم بسرعه، اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده دكتور ريهام العراقي اخصائي تغذيه العلاجيه. شكرا ليكي دكتور ريهام، شكرا جدا، نورتيني وشرفتيني حبيبتي. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه بجد واتصالاتكم وتشجيعكم وتواصلكم معانا، واحنا دايما يا رب نتمنى نكون عند حسن ظنكم. اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.